دونك ليكزامبل الثاني عندنا واحد الشوفاج واحد السخان ديال الماء عنده لا ريزيستانس ديالو ار كتساوي 8 اوم لا طونسيون باش خدام 110 فولت سؤال كالكيلو الكورون بوين كالكيلو لا بويسونس ديالو بما هنا غادي نابليكيو هنا كاين واحد القضيه تقدر تحسب لا بويسونس بلا ما تحسب الكورون غادي تجي غادي تقول بلي البويسونس هي لا طونسيون او كاري سور لا ريزيستانس هادي او كاري سور لا ريزيستانس غادي تخرج لا بويسونس ديالك وتجي تما كاين تحسب الكورون مي غادي تلقى لا بويسونس غادي تجيش ابليكي غادي تقول بلي لا بويسونس كتساوي لا طونسيون فوا الكورون لا طونسيون عندك الكورون ديجا حسبتيه غادي تجبد لا بويسونس حنا نخدمو طريقه اخرى مثلا بما انه حنا نحتارمو الترتيب اللي قالوا لينا قالوا كالكيلي لو كورون عاد لا بويسونس هنا عندنا او عندنا ار نطبقوا الوضون او تساوي اي ديريكت اي تساوي او على ار اللي هي 110 فولت على 8 اوم ديريكتومون غادي تعطينا 13.75 امبير ونجيو نحسبوا لا بويسونس ديالنا لا بويسونس هي لا ريزيستانس فوا لو كورون كاري لا بويسونس هي لا طونسيون فوا لو كورون لا بويسونس هي لا طونسيون او كاري سير ار حنا نخدموا نديروا لهم خطا لا بويسونس هي لا ريزيستانس فوا لو كورون او كاري اللي كتساوي 8 و 13.75 او كاري اللي غادي تعطينا 1520 واط هادي بالنسبه لا بويسونس غادي نمشيو لواحد لا نوسيون ممكن تصادفوها في شي تمارين وهي الهورس باور قوه الحصان هورس باور ناس ما قوة الحصان خصنا نحاول نترجمو هاد السيارة كتمشي مثلا 300 حصان ولا 400 قوة ديالها حنا نحاول نفهموها فيزيكمون واش كتعني بلي فالور والعلاقات ديالنا يعني بارفوا تقدر واحد الموتور كبير من خلال لا بويسونس ديالو تجبد القوة الحصانية ديالو بالنسبة لواحد هورس باور كيعطينا 746 واط هنا بارفوا راه كاين 746 كاين واحد جوج ديال الاختلافات على حساب كاين النظام الاوروبي عندهم الحصان بحال قوه الحصان ديالهم كتساوي 740 النظام الامريكي عندهم واش قل من هذه بجوج ولا ثلاثه ولا اكثر المهم هذا هو لي نو زعما لا فالور اللي غادي نخدموا بها حنا واحد هور باور كتعطينا 746 واط نشوفوا الى ابليكاسيون ديالنا كيفاش ساهل هذه كيفاش نديروا لا تراديكسيون مثلا عندنا واحد لا توربين عندها قوة الحصان 7.5 هور باور كتغدينا واحد الموتور هاد الموتور هذا ديفيرونس دو بوتونسيال لا طونسيون ديالو 90 فولت لو كورون اللي جاي ليه 50 امبير لا ريزيستانس اي ماتيريال عنده لا ريزيستانس ديال في الكونديكتور ما كاينش حاجه بارفي كلشي عنده لا ريزيستانس 0.1 اوم السؤال هو بالنسبه لهذيك كتعطينا 100 فولت هنا هذيك كتعطينا 100 فولت السؤال هو نكالكيلو لا بويسونس ديال لا جينيراتريس لا جينيراتريس هي هادي السؤال هو نكالكيلو بويسونس ديال هاد الجينيراتريس كما قلنا البويسونس ديجا محينا ماشي مشكل هادو مش بون بويسونس هي او في اي هي ار